معنا السيد ماجد ربوعي، الرئيس التنفيذي لشركة ضيافات الحرمين. أهلا بك، وأود أن تحدثني أكثر عن السياحة الدينية. أهلا وسهلا. طبعا إحنا في شركة ضيافات الحرمين بنقدم عدة خدمات للسائح والزائر للمملكة العربية السعودية، من ضمنها النقل والمواصلات والإعاشة، وفي برنامج تحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اسمه برنامج رحلات ما بعد العمرة. هذا البرنامج يأخذ المعتمر بعد ما يؤدي عمرته إلى مسارات، أربع مسارات محددة من قبل السياحة، يستكشف فيها تضاريس المملكة العربية السعودية. طيب، يعني لا يخفى على الجميع الطقس الحار جدا في دول الخليج، ما مدى تأثير ذلك على السياح؟ أنت عارفة هذه الشعيرة يعني للمسلمين شعيرة العمر، فهو يجي تحت أي ظرف من الظروف عشان يعمل العمرة أو الحج، فالناس بتيجي ما شاء الله وبالنسبة له هذه رحلة العمر، وهذا شيء يعني يجمع فيه طول حياته عشان يعمله، فما يهمه الطقس ذاك الوقت ولا يهمه التضاريس اللي حيقابلها وكذا. نعم، يعني رغم الطقوس الحارة يتوافد الزوار والسائحون. طيب يعني ما المعدلات بالنسبة للمعدلات، يعني بالصيف أكثر بالشتاء أكثر؟ والله عادة هي تتربط، يبدأ موسم العمرة أو موسم الزيارة عندنا يعني من 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 انتهاء موسم الحج بشهر في صفر، تبدأ العمرة عندنا إلى ما شاء الله يعني إلى نهاية رمضان، 15 شوال خلاص توقف الزيارات والعمرة، تبدأ رحلة الحج أو تأشيرات الحج. فعلى مدى السنة ما شاء الله يعني الناس بيجوا صيف شتاء ربيع، ما شاء الله بيجوا الناس. أي نعم. طيب يعني هل هي المرة الأولى التي تشارك فيها في الملتقى؟ لا، احنا مشاركين مع الملتقى وتحت السياحة، لأنه احنا ندعم السياحة في البلد ودائما نكون تحت جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فمشاركين تقريبا هذه السابع سنة. اي، فما بين الكويت، ما بين دبي، ما بين، كنا في برلين ولندن قبل كذا، المعارض الداخلية في الرياض، سيرو في جدة، يعني ما شاء الله على طول اي معرض يكون في السياحة نشارك فيه الحمد لله. جميل، شكرا، اشكرك، شكرا.